نسمع كل يوم عبارات مثل الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد بالعالم، أو بنسمع مثلاً أنه الاقتصاد المصري متوقع أن ينمو بنسبة 5%، أو الاقتصاد اللبناني ينكمش. من الآخر شو يعني؟ تفكيك. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من تفكيك. اليوم رح نكون عم نحكي عن كيف منقيس الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وليش الموضوع دقيق شوي أكتر من متوقع. مثل ما قلنا بالحلقة الأولى، الاقتصاد بيتضمن كل عمليات الاستخراج والإنتاج والتبادل وإدارة الموارد. هذا الشيء بيصعب علينا قياس حجم الاقتصاد، لهيك كان في حاجة لمعادلات حسابية بسيطة نسبيا، أشهرها هو الناتج المحلي يلي يعتبر اليوم الأداة الأساسية لقياس حجم الاقتصاد. شو هو الناتج المحلي؟ هو مؤشر بيحسب كل السلع والخدمات يلي تم انتاجها ببلد معين بفترة معينة. على فكرة في مؤشر تاني مشتق منه اسمه الناتج القومي. الفرق بيناتهم انه الناتج القومي بيحسب انتاج المواطنين والشركات الوطنية بالداخل والخارج، بينما الناتج المحلي ما بيهمه الجنسية، بيحسب كل شيء عم بيصير ببلد معين بغض النظر اذا شركة او شخص اجنبي او وطني. لنكون دقيقين أكتر، ناتج المحلي بيحسب القيمة المضافة يلي خلقها مسار الإنتاج. طب شو يعني قيمة مضافة؟ يعني القيمة يلي ما كانت موجودة لو ما هالناس قرروا يصنعوا هالسلعة أو يعملوا هالخدمة. لنأخذ مثل بصناعة السلع. أنا عم صنع طاولة، في أشياء بدي أشتريها مثل خشب ودهان. اعتبروا إنه لكل طاولة بدي مواد بقيمة $50، عم بشتريها من مصانع تانية، والقيمة النهائية للطاولة بعد ما صنعتها هي $150. القيمة المضافة هي الفرق بين هول الرقمين، يعني $100. لو ما انا قررت اني صنع هيدي الطاولة من هيدي الموارد، ما كانت هالقيمة رح تنوجد. هلا رح اعمل فيديو تاني عن موضوع كيف القيمة بتنخلق والنظريات المختلفة لهيدا الموضوع، بس بهالحلقة مهم نعرف مفهوم القيمة المضافة. يعني لولا صناعة هالطاولة كانت قيمة الدهان والخشب ضلت $50. هيدي $50 مش قيمة خلقت من وراء عملي انا، بل نتيجة عمل قطاع اخر اللي هو قطاع تصنيع الخشب والدهان. كرمال هيك ما بنحسبها بالناتج المحلي، وبنحسب فقط القيمة المضافة يلي هي الفرق بين كلفة المكونات والقيمة النهائية. على مستوى الاقتصاد هذا الشيء بيعني انه نفس القيمة ما بتنحسب مرتين. فالناتج المحلي هو مجموع كل هالقيم المضافة بكل القطاعات الموجودة بالاقتصاد. ولان الناتج المحلي بيقيس حجم الانتاج بالمجتمع، يعني نظريا كمان بيقيس حجم الاستهلاك، لان هالسلع والخدمات يلي عم تنتج في ناس عم تحصل عليها، ان كانوا مستهلكين اشخاص او شركات او الحكومة الى اخره. وايضا هذا المؤشر نفسه يعني الناتج المحلي بيعكس حجم المدخول بالمجتمع، لانه المنتجين بتلقوا بدل مادة لعملهم والشركات بتعمل ارباح. كرمال هيك في 3 طرق لاحتساب الناتج المحلي فيكم تقروا عنهم أكتر إذا مهتمين، بس قياس الاستهلاك هو المعتمد بشكل أساسي لأن حسابه أسهل بكتير من قياس الإنتاج. هلأ يمكن عم تفكروا أنه إذا بلد كبير رح يكون الناتج المحلي تبعه كبير تلقائيا، والعكس للبلد الصغير. صح بشكل عام، كرمال هيك عادة ما منقارن بلدين حسب الناتج المحلي غير إذا بدنا نعرف أي اقتصاد أكبر بشكل عام. عادة ننقارن بلدين نستعمل حصة الفرد من الناتج المحلي، يعني الناتج المحلي مقسوم على عدد السكان. لما يزيد الناتج المحلي من سنة للتانية أو حتى من شهر للتاني أو فصل للتاني، بنكون بحالة نمو، يعني الاقتصاد عم يكبر وعم تزيد الخدمات والسلع. نمو نمو. إذا نقص الناتج المحلي يعني في انكماش، أي أن الاقتصاد عم يصغر. النمو بعبر عادة عن زيادة حجم القطاعات الموجودة وخلق قطاعات جديدة، فبشكل عام بيكون في وظائف ومداخيل أكتر بالمجتمع، والعكس صحيح بحالة الانكماش. بس هل الناتج المحلي وتغيره من سنة لسنة أداة جيدة لقياس تقدم ورفاهية المجتمع؟ هيدا موضوع شائك. هيدا موضوع لازم أعمل هاي سيد كلي. من ناحية صحيح أن المجتمعات يلي الناتج المحلي فيها عالي يعني الاقتصاد أكبر وبالتالي المداخيل أكبر، وصحيح أنه بالتاريخ المعاصر زيادة الناتج المحلي أو القومي استحب بمعظم الحالات بتحسن بالمستوى المعيشي، ولكن في كذا مشكلة باعتبار الناتج المحلي معيار أساسي لقياس حال المجتمع. أولاً، سبب أساسي هو أنه الناتج المحلي مش كتير دقيق كمؤشر، لأنه ما بيحسب العمليات الاقتصادية يلي بتصير بالقطاع غير المنظم أو غير الرسمي، يعني المنتجات والمداخيل يلي بتصير تحت رادار الدولة، بمعنى أنه الشركات والموظفين غير مسجلين بالدولة وبالتالي ما بيدفعوا ضرائب ولا بينحسبوا بالإحصاءات العامة. لما ينحكى عن قطاع غير رسمي عادة بيتم التركيز على مهن مثل بيع الخضار بالسوق أو تنظيف المنازل إلى آخره. بس هالنوع من العمل غير المنظم أو غير الرسمي موجود بكتير قطاعات، ممكن يكون شخص عم بيوصل أكل ديليفري أو يقدم استشارات أو عنده صفحة على إنستغرام ببيع فيها أغراض وحرف أو عنده صفحة على يوتيوب بيتفلسف فيها على العالم.
هالشي مهم خصوصي بدول الجنوب أو دول العالم الثالث، أي الدول النامية. القطاع غير الرسمي بهالدول ممكن يوصل حجمه ل60% من مجمل الاقتصاد، يعني الناتج المحلي ممكن أمرار يعكس أقل من نصف حجم الاقتصاد الحقيقي. هالشي بيعني إنه الناتج المحلي صار كتير بعيد عن الواقع، وبالتالي غير مفيد مش بس لطرح حلول بل حتى لتوصيف هذا الواقع. ثانياً، الناتج المحلي بيتضمن بعض القطاعات يلي ما بتعكس أي تنمية بالمعنى الإيجابي، وممكن على العكس يكون تأثيرها سلبي على المجتمع. على سبيل المثال، قطاع صناعة الأسلحة أو التبغ أو حتى يمكن تبادل الأسهم، كلهم بينعدوا ضمن الناتج المحلي، بس هل كلهم مفيدين لتنمية المجتمع؟ وهيدا بيخدنا على سؤال بعد أصعب، يلي هو هل فعلاً مستوى المدخول بيكفي لتقييم مستوى التنمية والازدهار؟ ثالثاً، قيمة الدولار مش نفسها بين البلدان، لأنه أسعار السلع والخدمات بيختلف من بلد والتاني. يعني مش المهم إذا مدخولك كإنسان ساكن ببيروت أو القاهرة قيمته $1000 حسب سعر الصرف، المهم شو هن السلع والخدمات يلي فيك تشتريها بهالمدخول. يعني $1000 بالقاهرة ممكن تخليك تعيش مستوى أفضل من $3000 لأن أسعار الإيجار والتعليم والصحة والسلع الأساسية أقل بكتير. رابعاً وأخيراً، حصة الفرد من الناتج المحلي هي عملية حسابية بحت ومنها الواقع. شو قصدي؟ إذا الناتج المحلي $100 والاقتصاد مؤلف من 10 أشخاص، يعني حصة الفرد $10، بس بالواقع الأرجح يكون حدا مدخوله $50 والتاني 20 والتالت 10 وحدا $3 وحدا $1 إلى آخره، ويضل المجموع 100 والمعدل 10 للشخص الواحد. وهيدا فعلاً حال معظم المجتمعات بسبب اللامساواة الاقتصادية الموجودة. لهالأسباب وغيرها ابتكر الاقتصاديين بالمنظمات الدولية مؤشرات جديدة مبنية على الناتج المحلي، لكن بتحسب أيضا مستوى الحياة بشكل أدق. كيف عالجت هالمؤشرات الجديدة المشاكل اللي حكينا عنه؟ مشكلة فرق الأسعار بين الدول جوابها كان حساب الناتج المحلي حسب القوة الشرائية، يعني تعديل الرقم ليعكس الأسعار بهذا البلد. أحيانا إذا بلد رخيص هذا الرقم بيعلى لما نعمل هذا التعديل. مثلا بحالة مصر، إذا بنحسب حصة الفرد من الناتج المحلي بيطلع $3500 تقريبا، لكن لما نعدل هذا الرقم حسب الأسعار الفعلية بمصر بيطلع ل $12,000. هلأ هذا الرقم $12,000 بعده لا يقارن بدول اقتصاداتها متقدمة بأوروبا والغرب إلى آخره، لكنه 4 أضعاف أكبر من الرقم الأساسي اللي كان عنا إياه، فبيعطينا فكرة أكتر عن قيمة الدولار بهذا البلد. كرمال نقيس مستوى الحياة ومش بس مستوى المدخول، تم ابتكار مؤشر التنمية البشرية يلي بيتضمن الناتج المحلي أو حصة الفرد من الناتج المحلي، بس أيضا مؤشرات بتقيس مستوى التعليم والصحة بالمجتمع. أحد الأمثال اللي بيفرجينا الفرق بين مؤشر الناتج المحلي ومؤشر التنمية البشرية هو كوبا. كوبا دولة مش غنية، خصوصي بسبب العقوبات الاقتصادية القاسية من جارتها الولايات المتحدة الأمريكية، بس كوبا أيضا دولة اشتراكية استثمرت على مدى العقود السابقة بالصحة والتعليم بشكل أساسي. لأنه مؤشر التنمية البشرية بيركز على التعليم والصحة، مركز كوبا أفضل بكتير من مركزها بالناتج المحلي. وأخيرا، لمعالجة مشكلة التفاوت بتوزيع المدخول بين الناس داخل المجتمع الواحد اللي كنا عم نحكي عنه، بيتم تعديل الناتج المحلي أو حتى مؤشر التنمية البشرية حسب مستوى التفاوت الاقتصادي أو اللامساواة. فبيصير مثلا عنا مؤشر جديد هو مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقا لعدم المساواة، أو IHDI بالإنجليزي. يعني بالخلاصة، لو مؤشر الناتج المحلي كان كافي ما كان في حاجة للمؤشرات الجديدة كلها. الناتج المحلي أو القومي مفيد كواحد من كتير مؤشرات مهمة لقياس الاقتصاد، ولكنه مش كافي أبداً ليعطينا فكرة واضحة عن حال التنمية بالمجتمع، وبحاجة دايماً يكون مقترن بمؤشرات أخرى تعطينا فكرة مش بس عن حجم الاقتصاد بل عن القدرة المعيشية والعدالة بتوزيع الموارد ضمنه. شكرا كتير ان حضرتوا هذا الفيديو. اذا عجبكم بتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب على يوتيوب او فولو على انستغرام، وتدعمونا على قناة باتريون اذا حابين ننتج اكتر من هذا المضمون بالمستقبل.